هذه الجمعية هي تدير مركز الإرادة للتوحد اللي هو معتمد. أنا بصدد إتمام برنامج قمنا به منذ 14 مارس. هذا البرنامج يحتوي على مسابقة وطنية لأشغال اليدوية والرسم وأي حرفة يعرف يديرها الطفل المتوحد. طبعا الآن تلقينا عدة مشاركات من مختلف الولايات، واليوم احنا بصدد معرض. هذا المعرض هو لمنجزات الفنية لأطفال التوحد من أشغال يدوية، إعادة تدوير، وكذلك لوحات فنية. لقى هذا المعرض يعني إقبال وبهجة لدى الأولياء خاصة. أيضا لقى استحسان الكثير من المربيات اللي شافوا الأشغال تاع أولادهم تسوقت وتباعت وزادوا تحمسوا وزادوا بيعطوا أفكار أخرى للأطفال حتى يصبح هذا الطفل المتوحد بدل ما يكون عالة على مجتمعه وعلى عائلته يكون فعال في المجتمع. نتمنى إن شاء الله الناس تجينا بقوة لهذا المعرض. مستمر المعرض من اليوم حتى 16 أفريل بمناسبة يوم العلم. راح نديروا اختتام المعرض وكذلك نعلن عن النتائج تاع الفائزين في المسابقة الوطنية. نتمنى من الناس أنها تحضر، ونشكر بزاف مدير وانزار عبد الكريم. رانا متواجدين هنا بالمكتبة الرئيسية بلد السعيدة، والشيء اللي خلانا نجول هنايا بوجود معرض خاص بأطفال التوحد التي قامت بأشغال يدوية وفنية جد جميلة. وهنايا رانا جايين باش نحفزوهم ونشجعوهم على أنهم يزيدوا من التطور هذا. يعني الشيء اللي راهم خادمينه يفرح أي والد وأي كسمو، لدرجة وين واحد عنده أمل وين يكون هذا طفل توحد طفل يولي طفل عادي يمارس جميع الأشغال اللي أنا نشوفها في الأطفال العادية. اليوم رانا نحضروا معرض من تنظيم جمعية الإرادة لأطفال التوحد بالتنسيق مع المكتبة المركزية وانزار عبد الكريم. هذا المعرض يتخلله مجموعة من النشاطات، أهمها الصناعات التقليدية، رسومات الأطفال، وأهم الأشغال اليدوية. هذا التنظيم نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لأطفال مرضى التوحد. هذا دليل على مرافقة ودمج الطفل التوحدي في مختلف الأوساط، أنه ينجح اليوم أن ينظم معرض على مستوى الولاية. نطلب كافة سكان ولاية سعيدة يزوروا هذا المعرض لاكتشاف ماذا يصنع الطفل التوحدي. من اللي جينا لهذه الدنيا احنا طالبين يهتم بينا، احنا اطفال وين حقنا، احنا شو مجتمعنا، نحن اطفال التوحد، بغينا الحب وبغينا الود، من نشكي وهمومنا ويسترغل بعيوننا. من اللي جينا لهذه الدنيا احنا طالبين يهتم بينا، اطفال وين حقنا، احنا شو مجتمعنا. سمحوا لي يا والدي اللي من صغري تما معايا، تبي تسكن في هذه الدنيا، قضى الله وقدره. تحياك شيا.